التي يقع فيها منزل الرئيس هادي، وتوافدت جموع المصلين من كل حدب وصوب معلنين دعمهم وتأييدهم لاستكمال الثورة وتحقيق أهدافها. وأكد الثوار على أولوية المسار الثوري في الخروج باليمن من نفق المراوحات والعبث بأحلام الناس وتطلعاتهم وبأرواح اليمنيين ومقدرات وطنهم من قبل ثلة همها إعاقة أي تحول نحو الحرية والدولة في اليمن، يمن الحكمة والإيمان. ودعا خطيب شعيرة عيد الفطر المبارك الثائر عبد السلام الخديري عموم الشعب اليمني إلى رص الصفوف واليقظة والتصدي لكل محاولات بث الفوضى في البلاد من قبل البقية الباقية من النظام العائلي الآفل. ودعا الخطيب إلى سرعة اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة تؤمن الانتقال الكامل للسلطة إلى أيدي الشعب صاحب القرار ومالكه الفعلي، وتدعم تسريع خطوات إعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن. صامدون في الساحات، ثائرين صامدين، بالرعيا متمردين. أدى حشد من الجماهير والثوار اليمنيين شعائر صلاة عيد الفطر المبارك.